وفي الاتحاد الدولي. هو ده الفساد اللي احنا بنتكلم عنه. اربع خمس حاجات قلتهم لحضراتكم، اي حد عاقل هيعرف قد ايه هذا الرجل اللي بيتكلم عن الاهلي والزمالك وكل الانديه المصريه بيبقى عامل ازاي. طب معروف ان انت بتشجع فريق الوداد على فكره، اللي توج ببطوله دوري ابطال افريقيا مرتين 17 و22، نهضه بركان، انا اسف. وحضرتك عايزنا نسكت؟ لن يسكت احد على هذا الكلام. انا بحاول انتقي الالفاظ الحقيقه، لن يسكت احد على هذا الكلام الغير صحيح على قد ما اقدر. لان بفضل الفساد اللي انت بتعمله والمجاملات اللي بتحصل او اللي بتحصل انت عليها بالاكراه من الكاف، قدرت توصل بعض الفرق والى منصات التتويج. مؤامرات حضرتك زي ما انت عايز تقول قول. تخيل حضرتك، وانا قلت برضو او نوهت لهذا الامر امبارح، يجب ان يكون هناك، عايزين نعرف يا جماعه لو سمحتوا، وهذا الطلب هو طلب مني انا شخص، ملوش دعوه ماليش علاقه بالنادي وملوش علاقه باي حاجه، انا بطلب شخصيا ان يكون هناك تحقيق رسمي. هو مين؟ هو الجواب اللي وصل، هو يعني طبعا ما فيش حاجه اسمها الجواب بيوصل، هو بيبقى يا ايميل يا فاكس. الايميلات، انا مثلا لو جالي ايميل بعمل ايه؟ بفتح التليفون وبشوف الايميل بتاعي، بشوف جاي لي ايميل ولا ما جاليش ولا. فلو جالك، خلينا نقول ما فيش حاجه اسمها جوابات، هو ايميل. الايميل اللي جه، هل السيد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ما شافش هذا الايميل؟ ولا شافه وعرضه على رئيس الاتحاد وقال له حطه في الدرج يعني؟ او يعني ما فيش درج صحيح، ده ايميل، كأنك ما شفتوش. معرفش، اتمنى بجد والله، انا الناس دي كلها علاقتي بيهم محترمه جدا، ودايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم بمنتهى الاحترام والادب والاخلاق وكل، وما عنديش مشكله مع اي حد والله اقسم بالله، ولكن انا كراجل اهلاوي انا عايز اعرف هل كل ما يقال خلال هذه الايام هعمله ازاي؟ انا كراجل اهلاوي هعرف ازاي؟ هيفضل الموضوع برضه يترمخ عليه ومحدش يتكلم؟ لا. اتمنى ان حد يقول لنا، اتمنى ان حد يقول لنا، وانا عارف ان الحمد لله والشكر لله صوت قناه الاهلي بيوصل لاقصى درجه. اتمنى ان حد يقول لنا. والسيد وليد العطار رجل محترم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، هو رجل محترم، وانا عارف ان هو لو عنده اجابه لهذا الامر هيطلع يقول. وكل اللي موجودين في الاتحاد على دماغنا ما عنديش مشكله معاهم خالص، ولكن من فضل حضراتكم، هل عندما جاء جواب او ايميل او فاكس لحضراتكم حصل فيه ايه؟ ايه اللي حصل في هذا الامر؟ بس انا محتاج كنادي اهلي، انا محتاج كاسلام كمشجع اهلاوي، النادي الاهلي هنشوف هيعمل ايه، لكن انا كراجل مشجع اهلاوي عايز اعرف الجواب ده راح فين؟ او الايميل ده موجود، حد شافه ولا ما حدش شافه؟ حد رد عليه ولا ما حدش رد عليه؟ وهفضل كل يوم اطلع اسال اقول هذا السؤال، عايزين نحطه على الشاشه هحطه على الشاشه. من المخطئ في هذا الامر؟ هل حد بلغ؟ لانه النادي الاهلي هو الملام في هذا الامر. الناس كلها بتقول لك انتوا كمان يعني ما تعرفوش، ما كانش هو، لو النادي الاهلي يعرف ما كانش هيبعت ورقه صغيره كده يحطها في الاتحاد ويقول لهم يا جماعه احنا عايزين ناخد النهائي الافريقي مثلا. يعني اسهل حاجه في الدنيا ان انا اقول ان انا عايز اجيبه واروح اجيب الموافقات الحكوميه. يعني احنا عندنا بلدنا بلد قويه، بلد امنه، الناس كلها نفسها تيجي تلعب هنا، فاسهل حاجه في الدنيا ان انت تجيب الموافقات وتلعب. لكن انا اهو وباعلى صوت ليا بقول للمره المليون، عايزين نعرف من السبب، من المتسبب الحقيقي في اخفاء هذا الايميل او هذا الجواب او هذا الفاكس؟ وهل بالفعل تم اخفاؤه عن النادي الاهلي؟